الخبر الأول سيعيدنا إلى أيام الطفولة، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحاكي 100 عام من تطور الألعاب والدمى. الفيديو الذي جذب عددا كبيرا من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي وتحديدا على موقع يوتيوب يصور أبرز وأشهر الألعاب التي كان يستخدمها الأطفال منذ القرن الماضي. خلاف بين سائقين ينتهي بحادث مروري خطير على طريق الدمام الزهرة في المملكة العربية السعودية. مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون بكثرة على موقع فيسبوك وحظي بمشاهدات تخطت 100,000 يظهر سائقين يقتربان من بعضهما بسيارتهما، ويبدو أنه نتيجة شجار ليقوم أحدهم بالاصطدام عن قصد بالآخر ما تسبب من انقلاب سيارته، واستطاع المواطنون بالتوقيف الجاني فيما سارع آخرون لإنقاذ الشخص الذي تعرض للحادث. تحيط بكوكب الأرض حاليا نحو 20,000 قطعة من النفايات الفضائية، ومصدرها الصواريخ والأقمار الصناعية. أستاذ محاضر في جامعة لندن أعد فيديو ورفعه على موقع يوتيوب يظهر حجم النفايات الفضائية التي تدور في مدار الأرض منذ انطلاقها من أولى الأقمار عام 1957 وحتى عام 2015. هذه الأجسام تطير في مدار الأرض بسرعة 17,000 ميل في الساعة، وبمجرد ارتطامها بقمر صناعي سيتحول الأخير إلى قطع متناثرة. ولطالما نبه العلماء من مخاطر هذه النفايات، لا سيما أنها قد تسبب كارثة كبرى في المستقبل. فلنشاهد. وفي آخر أخبارنا، فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على الفيسبوك لواقعة حصلت في العاصمة المصرية القاهرة. الفيديو الذي يتم تداوله بكثرة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يصور تجمعا في ميدان التحرير لعشرات الأشخاص لاستقبال تجربة اختراع نفذها شاب في 21 من عمره، وأطلق عليها اسم الوحش المصري، وهي عبارة عن سيارة برمائية وتطير أيضا، لكن التجربة انتهت بفشل السيارة في الطيران ثم تعطلها وهي تسير، ما أثار سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت هذه أبرز العناوين التي اخترناها اليوم في تغريدة الصباح. للمزيد يمكنكم زيارة صفحاتنا على فيسبوك وتويتر. والآن عودة إلى سامي